ايه رايك يا سمير؟ انا نفسي ومنى عيني ان انجي بنتك تاخد واحد من ولاد هارون، ساعتها تبقى اتفتحت لها طاقه القدر. طب ايه رايك بقى انها مش عايزه؟ مش عايزه؟ هو انتوا فتحتوها في الموضوع ده؟ ابوها نفسه يجوزها شهاب ابن هارون، وقال لي ان هارون فتحه في الموضوع ده. الله، طب وترفض ليه؟ هتجيله جوازه زي دي وما يرضاش؟ عايزه تتجوز واحد تاني. واحد تاني؟ واحد تاني منين دي؟ مؤيد زميلها في الجامعة. طب وابوها قال ايه؟ ابوها لسه ميعرفش هو مين، بس انا لمحت له. وهو غني زي ولاد هارون؟ بتحبه يا ماما. انا ما بسألكيش بتحبه ولا بتكرهه، انا بقولك غني زي ولاد هارون. الفلوس مش كل حاجة يا ماما. يبقى ما حلتوش اللعبة. والله هي حرة، دي حياتها وهي حرة فيها. كده انت عارفه البت دي طالعه خايبه زيك. انا برضو اللي خايبه يا ماما، ولا نسيت اللي حصل زمان يا اختي؟ واحنا كنا هنعرف منين ان هارون هيبقى في الامله دي؟ سميري، اوعي تطوعي بنتك على ملت بختها اللي ابوها يقول عليه هو اللي يمشي ويكون. يعني اكسر قلبها يا ماما؟ ألف مبروك يا إنجي. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي. تعالي اقعدي علشان في موضوع مهم عايز أكلمك فيه. اقعدي. وأنا كمان يا بابا كنت عايزاك في موضوع مهم قوي. أنا حبيبتي عارف أنت عايزة إيه. إيه ده؟ هي ماما قالت لحضرتك؟ قالت لي إيه؟ الله، أمال حضرتك عرفت منين؟ لأني عارف إنك مجتهدة وعايزة تكملي وتاخدي ماجستير والدكتوراه، ودي حاجة تسعدني جدا، أنا موافق. أيوة يا بابا، بس مش هو ده الموضوع اللي أنا كنت عايزة حضرتك فيه. هو في موضوع تاني؟ موضوع إيه؟ مش لما نشوف الأول أنت كنت عايز تقول إيه؟ آه، أنا أصلي النهاردة كنت عند هارون وكلمنا بخصوصك. بخصوصي أنا؟ إيه بقى؟ هو عايزني أشتغل عنده ولا إيه؟ لا، تشتغلي عنده إيه؟ حاجة أكبر وأهم. هارون طلب ايدك لابنه شهاب. ايه رايك ايه يا انجي؟ انا مش موافقه طبعا يا بابا. دي انت عارفه ثروه هارون دي قد ايه يا بابا؟ هو انا هتجوزه ولا هتجوز ثروه ابوه؟ وماله شهاب؟ ولد متعلم ومستقبل قدامه كبير، أبوها عينه رئيس البنك بتاعه، يعني أي بنت من أي عيلة كبيرة تتمنى تتجوزه، ولا إيه يا سميرة؟ أنا ماليش دعوة، دي حياتها وهي حرة فيها. مش موافقة ليه يا إنجي؟ اتكلمي حبيبتي، نتفاهم، يا أقنعك يا تقنعيني، بس لازم تفهمي إني بقولك الكلام ده عشان تهمني مصلحتك وعايز سعادتك. ما هو يا بابا الموضوع ده ليه علاقة بالموضوع اللي كنت عايزة أتكلم مع حضرتك فيه. موضوع إيه؟ أصل أنا ما تتكلمي يا حبيبتي، مترددة ليه؟ قولي كل اللي عندك. أنا قلت لك قبل كده دي حياتك وأنت حرة فيها، محدش هيخذبك على شيء أنت مش عايزاه. أصل في الحقيقة يا بابا في واحد اتقدم لي وأنا وافقت وعايزاه يجي قبل حضرتك. وماله؟ انا زي ما قلتلك انك تهمني سعادتك، ممكن اعرف مين هو؟ معيد عندي في الكليه، معاه ماجستير وبيحضر الدكتوراه. يعني انت مقتنعه بيه؟ ايوه يا بابا. متاكده انه يقدر يساعدك؟ ايوه يا بابا. هو مرتبه كام؟ معرفش يا بابا. ليه دخل تاني غير مرتبه؟ لا يا بابا. عارف انت بنت مين؟ ايوه يا بابا. اه، يبقى احتمال يكون طمعان فيكي. ايه اللي يخلي واحد ما حلتوش الا مرتبه يتقدم لواحده زيك الا اذا كان طمعان؟ ولا ايه يا سمينه ما تتكلمي؟ انا قلت لك الراي يا رايا.
هي ايه؟ مش بنتك وتمك مصلحتها ولا ايه؟ بنتي مش صغيرة وعارفة مصلحتها كويس قوي. طيب انا عن نفسي ما عنديش مانع. بجد يا بابا؟ طب اقول لك قبل حضرتك امتى؟ لا لا استني عليا شوية يا بنتي، انا مشغول شوية اليومين دول. مشغول؟ مشغول بقى ايه؟ حد ينشغل عن موضوع يهم مصلحة بنته؟ ده يا سميرة قلتلك مشغول، مشغول لازم اقابله على دماغي رايقه. هو ايه؟ هي جوازة ولا لعب عيال؟ شهاب. ايوه تعال انا عاوزك. حاضر. طب حضرتك مش عايزني انا كمان؟ لا انت دورك السنة الجاية لما تاخد البكالوريوس. انا عارف بابا عايش في ايه. يعني هو انا اللي مش عارفة؟ انا بفهمها وهي طايره. هيكلموا في موضوع البنك. اديك طلعت خايب اهو، وانا افتكرتك فهمت لما قال لك دورك السنه الجاي. فهمت ايه؟ قول لي يا فايق، انهين تريح اخوك اكتر، انجي بنت سعيد ولا هناء بنت خالتك؟ انا دلوقتي بس فهمت. ما قلتليش رايك. جرأي يا ماما، هو انا اللي هتجوز؟ انا زي ما قال بابا لسه دوري السنه الجايه. هو مش يبقى اخوك؟ ايوه يا ماما. بس ايه ما تتكلم. المهم هو ميال لمين فيهم؟ انا بتهيالي كده انه ميال لهناء، ده حسب كلامه معايا. لا ده كان زمان قوي. يظهر بقى ان معلومات حضرتك متاخره. قصدك ايه؟ اوعى تقولي انه عايز بنت سعيد. انا مش موافق يا بابا. مش موافق ليه؟ تقدر تقولي انجي عيبها ايه؟ انا مش عاوز اتجوز وخلاص. يعني ايه ما انتش عاوز تتجوز؟ عايز تفضل داير على حل شعرك كده على طول؟ مش كفايه اللي انت عملته قبل كده؟ دي كانت غلطه يا بابا. غلطه ممكن تغلطها مره واثنين وثلاثه طول ما انت قاعد كده من غير جواز. اسمع يا شهاب، انا مش عاوز مشاكل. انت لازم تقدر موقفي الاجتماعي دلوقتي. انا راجل بقيت عضو مجلس الشعب، واي غلطه هتعملها هتتمسك عليا وهتحرجني قدام الراي العام. وبعدين انت في مركز كبير ومهم قوي ان صورتك تكون كويسه. خلاص يا بابا، حضرتك تقدر تعفيني من المركز ده؟ اعفيك يعني ايه؟ يعني ممكن اشتغل في اي حته تانية. يعني ايه تشتغل في اي حته تانية؟ يعني انا تعبت وشقيت عشان تيجي في الاخر تقول لي تروح تشتغل في حته تانية؟ يا ابني انا عملت الفلوس دي كلها علشانك وعشان خاطر اخوك. ايوه يا بابا، بس بس ايه ما تتكلم. انا مش عايز اتجوز البنت دي وخلاص يا بابا. يا ابني البنت دي بنت عيله، جدها كان بيه وكان سيد البلد عندنا، وابوها راجل غني ومحترم، تقدر تقول لي عيبها ايه؟ انا مش عايز اتجوزها وخلاص يا بابا. اوعى تقول لي بقى انك انت عاوز تتجوز هناء بنت خالتك، هتلاقي امك هي اللي مقصره عليك. يا بابا انا لا عايز اتجوز هناء ولا غيرها. امال عاوز ايه؟ انا عاوز اتجوزها تبقى بتحبني وبحبها. حبك وتحبها؟ يا ابني مفيش حاجه اسمها حب، الحب بيجي بعد الجواز. انا يوم ما اتجوزت امك ما كنتش بحبها، بس اسمع اوعى تقول لها الكلام ده لحسن تزعل. لكن بعد ما اتجوزتها اكتشفت انها نعمه الزوجه لانها بنت ناس. بابا عشان خاطري ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده شوية؟ آسف، أنا خلاص قلت لأبوها إن أنا موافق. طيب وهي موافقة؟ إيه إلا موافقة؟ وهي طول تتجوز واحد زيك؟ أنت يا ابني ما أنتش عارف أنت ابن مين ولا إيه؟ طب هو أنا بقول نستنى شوية بس لغاية ما نعرف رأيها. آسف، أنا خلاص قلت لأبوها هو اللي يحدد الميعاد. وأنا مصر إن أعرف رأيها منها. يعني إيه تعرف رأيها؟ عايزة تيجي لحد عندك وتقول لك لو سمحت تعالى اتجوزني؟ ايوه. يخرب عقلك، انت ازاي تقول له الكلام ده؟ طب انت عندك استعداد تتجوزها؟ طبعا لا. الله، امال انت ليه طالب موافقتها؟ لاني عارف ومتاكد انها مش هتوافق. طب افرض بقى انها وافقت. بقول لك مش هتوافق يا بني ادم، انت ما بتفهمش. قلبها مع واحد تاني. ايوه بس انت قلت لي ان بابا قال لك ان ابوها موافق، يعني مالي ايده منها كويس قوي. ابوها ده حاسب حساباته كويس قوي، وعارف هو بيعمل ايه. عايز يجوزني بنته عشان يمشي شغله، يعني معتبر الجوازه دي صفقه رابحه، شغلانه مهمه، سميها زي ما تسميها بقى. لكن اللي انا متاكد منه انه مش عارف مشاعر بنته رايحه فين. عارف يا شاب، عارف اذا كان ده هدفه بصحيح زي انت ما بتقول، يبقى ممكن يضغط على بنته وتخليها توافق. لا انجي مش النوعيه دي، البنت دي عندها شخصيه. طب لا اسوأ الفروض، افرض بقى انه قدر يضغط عليها ويخليها توافق، هتعمل انت ايه؟ نجوزها لي بالعافيه يعني مثلا؟ ساعتها بقى هتشوف انا هعمل فيها ايه.
هو انت هتتجوز ولا داخل حرب وهتنتقم ولا ايه حكايتك بالظبط؟ اسمع يا ابني، اتكل على الله واتجوز هناء بنت خالتك. ما ينفعش ما ينفعش، ابوها ما بيطقش ابويا وابويا ما بيطقش ابوها. جرب انت بس يا ابني اسمع الكلام وهتلاقي ماما واقفه جنبك. الموضوع ما يستاهلش يا فايق. لو الموضوع يستاهل كنت انا عفرت من الاول واصريت وقفت قدام الدنيا كلها واللي يحصل يحصل. يعني انت بلطه خالص من ناحيه هناء؟ يعني اسمع شاب، بصراحه بقى انت لسه بتحب البت انجي. ما تسيب الولد يا هارون يختار البنت اللي هو عايزها. يعني ايه بقى؟ عايزاني اطلع عيل صغير ومليش كلمه قدام سعيد؟ انا ما شفتش اب زيك كده ابدا. ده اللي عنده بنت دلوقتي ما بيقدرش يغصبها على الجواز، ما بالك بقى ده ولد. حبيبه انت مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. ازاي بقى؟ هو انا مش امه وتهمني سعاده ابني؟ انت تسقطي خالص، انا ما بيهمنيش الا الكلام اللي بتقوليه ده. سعادة ايه وهباب ايه؟ السعادة في الفلوس، عمرك سمعتي عن واحد غلبان وسعيد؟ كتير. يبقى لازم بقى من الكلام اللي بتقريه في الروايات الخايبة بتاعتك دي، ولا الكلام اللي بتسمعيه في الأفلام اللي بيضحكوا بيها على الناس الغلابة عشان يصبروها. على العموم هناء بنت أختي دلوقتي ما هياش غلبانة، باباها ايه؟ بسم الله ما شاء الله. طب ايه رأيك بقى إن ابنك مش عاوز يتجوز بنت أختك اللي أنتِ محموقة عليها قوي دي؟ هو قالك كده؟ امال يعني بهزر؟ يعني كلام فايق اخوه مظبوط. يا خساره. يعني دلوقتي استريحتي؟ طب وانت ناوي تعمل ايه؟ هكلم ابوها. هتقول له ايه؟ هخلي ابنك يسمع بودانه موافقه البنت. ما هو كله من دلعك انت، كله من دلعك انت. ولادي ومش عارف اتحكم فيهم. مين عارف بقى يا سفاي لما يجي يتجوز هو كمان هيقول لي ايه؟ ماله فايق؟ هو عمل لك حاجه؟ مش يمكن لما اختار له عروسه هو كمان يتشرط ويقول لي لازم تبوس ايديا وتتحايل عليا عشان اوافق اتجوزها؟ والله الجواز ده بقى مشكله، ده حاجه تقرف. ده انا يوم ما اتجوزتك انت اتجوزتك في ثانيه واحده. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا هارون؟ يعني ايه اتجوزتني في ثانيه واحده؟ مش تحافظ بقى على ملفظك؟ معلش يا حميده بقى اعذريني، مع اولادك لخبطوا لي دماغي خالص. خلاص يا ستي ما تزعليش، انا يوم ما اتجوزتك اتجوزتك بعد ثانيتين. مبسوطه بقى. الو يا فاروق، قول لي سعيد بيه عندك؟ مش موجود؟ مش منتظر يجي النهارده؟ طيب اول ما يجي خليه يكلمني ضروري. ايوه يا فاروق ضروري يكلمني. مع السلامة. وانا مصر ان اعرف رأيها منها. عيال مفيش من وراهم غير وجع القلب. ايه امور المسخرة دي يا سعيد؟ ازاي تسمح لبنتك تمشي كلامها عليك؟ انت مش عارف تحكمها ولا ايه؟ انا اضطريت اجاريها في الكلام لحد ما اجي لحضرتك ونفكر في الموضوع ونشوف حل. انت ما كانش يجب توافق على الجوازه دي من اصله. يا البنت دي مش عارفه مين يبقى جدها ومين ابوها، وعاوزه تتجوز ولد صعلوك. لو حصل الكلام ده يا سعيد انا مش هعرفكم بعد كده. حضرتك عارف انجي يعني ده قد ايه. المهم دلوقتي ايه الحل؟ الحل انك ارفض الجوازه دي. بنتك لازم تتجوز ابن هارون بيل. ايوه بس ازاي؟ البنت راكبه دماغها يا بابا. طبعا ما هو مالها دماغها بكلمتين. علشان كده انا دايما بقول غلط ان ولاد الناس الكويسين يختلطوا بالاشكال دي. انت قلت لي هو بيشتغل ايه؟ معيد عندها في الكليه. وطبعا ما عندوش حاجه. مرتبه بس. وعيلته؟ ناس اي كلام. تبقى مصيبة مزدوجة. انت قابلته؟ انا رفضت اقابله لما اجي واخد رأي حضرتك. انا بستغرب هو رايح يدرس في الجامعة للطلبة ولا يضحك على بنات الناس وعايز يتجوز واحدة منهم. طيب ايه الحل يا بابا؟ هقوم بيه مستني احدد معاه ميعاد الفرح. انت ايه مش قادر تحكم بنتك يا سعيد؟ انا بس مش عايز ابين اني واقف ضد سعادتها. وما طبعا موافقة. امها بتقول ان دي حياتها وهي حره فيها.
ما هي لازم طبعا تقول كده لان هي رخرة بنت مين. يا خسارة خسارة فعلا. لو هارون بيه عرف كده هيزعل، وزعل هارون بيه مش في مصلحتنا. طبعا انا محتاج من البنك بتاعه قرض كبير جدا، حوالي 4 مليون جنيه. انت قلت لي مش عايز الرفض يجي من ناحيتك. طبعا يا بابا. خلاص خلي الرفض يجي من ناحية الراجل ده اللي هي عايزة تتجوزه. ازاي يعني؟ اسمعني كويس قوي وانا هقول لك تعمل ايه. الو؟ ايوه يا طنط، ازاي حضرتك؟ انا انجي. يا ترى ممكن اكلم عاطف؟ دقيقة واحدة. يا عاطف يا عاطف. نعم يا ماما. كلم حبيبي. مين يا ماما؟ العروسة. انجي؟ طبعا انجي، هو احنا عندنا عروسة غيرها؟ ربنا يسمع من بقك يا ماما. الو؟ ايوه انجي، ازيك؟ ها انجي، ايه الاخبار؟ بابا عاوز يقابلك. لا اطمن، هو قال لي انه ما عندوش مانع. ايوه هتروح له في مكتبه في الشركه. ايوه رقم 27. بص انت هتلاقي الشركه واخده دورين، بابا مكتبه في الدور التاسع. ايه؟ لا اطمن، ده بابا شخصيه ظريفه جدا، انت لما تقابله هتحبه. اسمع يا عاطف، انا عايزاك تبقى صريح معاه جدا في كل حاجه، وما تخافش، ربنا يوفقك. مع السلامة. يا ما انت كريم يا رب، ربنا يا ابني يتمم عليك فرحتك. ربنا ما يحرمنيش منك يا ست الحبايب. تصوري يا ماما، انا كنت خايف ان الراجل ابوها حتى ما يقابلنيش. ليه يا ابني؟ هو انت مركزك صغير؟ ده انت معاك احسن الشهادات. لا يا ماما، الناس دول شهادات بالنسبه لهم مش كل حاجه. شوف يا ابني، ما دام البنت بتحبك اتكل على الله. بابا يا العروسه رفضت تقول رايها ولا ايه؟ مين اللي قال كده يعني؟ لا اطمن، انا اتصلت بسعيد في المكتب ما لقيتوش، سبت له خبر اول ما يجي يتصل بيا. ومالك مهتم قوي كده؟ المرة فاتت تتجوزها ليه؟ وبعدين معاك يا حميدة، احنا لا نقعد نزيد ونعيد ولا ايه؟ كمان مش عايزني اتكلم؟ ما تتكلمي، هتقولي ايه؟ الولد عايز يعرف رأي البنت وانا عنده وعد. خلاص ايه اللي انت عايزة تقوليه بقى؟ خلاص انتوا حرين. المهم شهاب هيستلم وظيفته امتى؟ مش الاول نخلص من الموضوع ده؟ وظيفة ابني اهم. وبعدين معاك يا حميدة، انت من امتى بتتدخلي في شغلي؟ اهلا يا سعيد. خير خير يا هارون بيه. اهلا، دي مساله بسيطه، ما كانش في داعي تتعب نفسك وتيجي، كان ممكن تكلمني في التليفون. اتفضل. في الحقيقه انا كنت عند بابا في البلد عشان موضوع كده خاص بالشغل، وبعدين وانا راجع في العربيه السكرتير كلمني وقال لي انك عايزني في حاجه مهمه. شوف بقى يا سيدي، شهاب ابني عايز يشوف العروسه. يشوفها ده ايه؟ هو لسه ما يعرفهاش ولا فاكر يعني انها اتغيرت عن السنه اللي فاتت؟ لا مش قصدي، بس هو عايز يشوفها عشان يعرف رأيها بنفسه. رأيها ده ايه؟ هو احنا مش اتفقنا خلاص يا هارون بيه؟ الظاهر بقى يا سيدي انه مش واثق في كلامنا. يا سيدي قول له يثق، ولو عايزني اكلمه بنفسي واقول له انا ما عنديش مانع. جرى يا سعيد، بقول لك هو عايز يشوف البنت عشان يعرف رأيها بنفسه، مش رأيك انت. ايه طلب غريب؟ لا مش غريب ولا حاجه، بس بس ايه؟ لا ابدا، بس يعني يا ريت تديني فرصة. فرصة؟ فرصة ايه؟ هي الحكاية سعيد. في الحقيقة هارون بيه، أنا لما كلمت إنجي في الموضوع ده طلبت يعني مني مهلة عشان تفكر. تفكر؟ تفكر في ايه؟ هو ابني محتاج تفكير؟ هي بنتك مش عارفة هتتجوز ابن مين؟ لا لا يا سعيد، ما كانش في داعي إنك تقول الكلام ده من أصله. لا يا هارون بيه، لو سمحت ما تفهمنيش غلط. أنا قصدي قصدك إيه يا سعيد؟ مالك مرتبك كده ليه؟ على كل حال انا ما عنديش مانع ان انا اصرف نظر على الموضوع كله. ما تتصورش انا ضغطت على ابني قد ايه. لا ده انت ما تعرفش قيمتك عندي قد ايه.
انا شرفني جدا اني اناسبك كهارون بيه واحنا نطول يا راجل. ولا انا مش فاهم حاجه بقى، انا عايز افهم بنتك موافقه ولا مش موافقه؟ موافقه موافقه طبعا يا هارون بيه، بس انت عارف يعني ضلع البنات في المسائل اللي زي دي. شوف يا سعيد، انا عشان ما ضيعش وقتي ووقتك انا هديك مهله 48 ساعه، اذا ما ردتش عليا فيهم اعتبر الموضوع منتهي من اصله. صباح الخير يا فندم. صباح النور. في ميعاد مع سعيد بيه. مين سيادتك؟ عاطف عبد العزيز. اهلا وسهلا. اهلا عاطف بيه. اهلا وسهلا. سعيد بيه منتظر سيادتك، بس معلش جاله تليفون مهم جدا فهتستنى ترتاح شويه بس. معلش اتفضل يا فندم. سيادتك تشرب ايه يا فندم؟ لا لا ملوش لزوم. لا والله لازم تشرب حاجه. خلاص شاي. شاي. ايوه فاروق، الاستاذ عاطف وصل؟ اه. لا خليه قاعد شويه. قدمت له حاجه؟ عظيم، انا هطلبك بعد 5 دقايق. ايوه فندم. حاضر 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 فندم. اتفضل يا عاطف بيه. اتفضل. رايحه فين؟ سعيد بيه مشغول، مانع اي حد يتصل بيه او يدخل له. انا اسف جدا يا استاذ عاطف، معلش اخرتك شويه، كان عندي مكالمة مع وزير الاقتصاد. لا يا فندم مفيش حاجة. تحت أمرك، اتفضل. أعتقد حضرتك عندك فكرة بخصوص الموضوع اللي أنا جاي لحضرتك عشان. موضوع إيه؟ موضوعي أنا والأنسة إنجي بنت حضرتك. هي كلمتني عنك فعلا. في الحقيقة هي بتشكر فيك جدا، بتقول إنك معيد كويس وإنها بتستفيد جدا من محاضراتك. ثانية واحدة. ألو؟ أهلا يا سعادة الباشا، ازاي معاليك؟ الحمد لله، سيادتك اللي تؤمر. هو الوالد مش كلم حضرتك وشرح لك الموضوع؟ لا احنا عايزين نأدبهم بس مش اكتر يعني. ربنا يخليك لينا يا فندم، متشكرين جدا، مع السلامة. مع الف سلامة يا فندم. ده وزير الداخلية، اصل في شوية عيال عندنا في البلد اتجرأوا وضايقوا الوالد، مش قادرين يقدروا انه يعدوا مجلس شورى. ما علينا، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في موضوعي انا والانسه انجي. موضوع ايه؟ يعني انا جاي طالب كرم حضرتك في اني اطلب ايد الانسه انجي. يعني انت عايز تتجوز انجي بنتي؟ اذا كان حضرتك ما عندكش مانع بالنسبه لي. ما تأخذنيش يا أستاذ عاطف، أنا كنت فاكر إنك جاي تكلمني في موضوع مساعدتك لإنجي. مساعدة إيه يا فندم؟ أصلها يا سيدي عايزة تكمل، عايزة تاخد ماجستير ودكتوراه، فأنا عرضت عليها إنها تشوف حد يساعدها. إحنا طبعًا هنقدر الجهد اللي هتبذله معاها، بس الظاهر حصل لبس في الموضوع. لكن على العموم أنا ما عنديش مانع. متشكر متشكر جدًا يا فندم. بس اسمح لي يا أستاذ عاطف، أنا لازم أعرف عنك كل حاجة. أنا تحت أمرك يا فندم. أنت تعرف إنجي بنتي كويس؟ طبعًا يا فندم، أنا بدرس لها في الكلية 4 سنين. أنت تعرف هي بنت مين ومين أهلها؟ طبعًا يا فندم. أنت مرتبك قد إيه؟ 200 جنيه. أكيد طبعًا عندك دخل تاني. لا يا فندم.
مش شايف ان ده مرتب بسيط على انجي بنتي؟ ما يا فندم ان شاء الله انا هحضر الدكتوراه وجايز اسافر بعثه بره ومرتبي هيزيد. انت ساكن فين؟ في السيده، في بركه الفيل. هو في حاجه اسمها الفيل كده يعني في السيده؟ طبعا يا فندم، دي قريبه من الحلميه الجديده. اهلا اهلا يا سعاده الباشا، ازاي ما عليك يا فندم؟ الحمد لله. انهي موضوع؟ طبعا عندي فكره عنه. ما انا كنت بتغدى اول امبارح مع وزير التعليم العالي وكلمنا في الموضوع ده. لا لا لا، ده شاب مستهتر، ده مش مدرس ابدا. يعني ايه يتجوز البنت بالعافيه اما سقطها في الامتحان؟ هو احنا فين؟ احنا في دوله متحضره. لا، ما هو سيادة الوزير وعدني انه هياخد معاه موقف حازم. هما بنات الناس لعبة ولا ايه؟ طبعا. بقول لك ايه يا سعادة الباشا، انا عامل بكره عشاء في نادي الجزيرة، يا ريت سيادتك تشرفني. لا، ما انا كنت هتصل بسيادتك طبعا. خلاص مستنيك، متشكر جدا، مع سلامة. مع الف سلامة. ايوه يا استاذ عاطف، احنا كنا بنتكلم في ايه؟ حضرتك كنت بتسالني ساكن فين؟ انت بعد ما تتجوز ناوي تسكن فين؟ ان شاء الله هسكن في الشقه اللي انا فيها دلوقتي، ما فيهاش الا انا ووالدتي. وعلى فكره يا فندم، انا ممكن ادفع مهر واجيب شبكه. لا لا يا عاطف يا ابني، لا، انا عمري ما اهتميت بالحاجات دي. انا ما بهتمش بالشكليات ابدا في مسائل الجواز والحاجات دي يعني. مع اني لما جيت اجوز الدكتور عمرو ابني، أهل العروسة طلبوا مني 150 ألف جنيه مهر و100 ألف جنيه شبكة. أنا قلت لنفسي مش مشكلة، مع إن أبو العروسة صاحبي الروح بروح. المهم يا عاطف، أنا ما عنديش مانع. ربنا يخليك يا فندم. عاطف يا ابني، في موضوع مهم كده يهمني آخد رأيك فيه. ما هي إنجي فهمتني إنك شاب مخك كبير. أنا تحت أمر سعادتك. ما خبيش عليك، في عريس تاني متقدم لبنتي، ابن هارون حامد المليونير الكبير، اكيد سمعت عنه. طبعا يا فندم. ده راجل عنده مجلس شعب وله سطوه ونفوذ، وانت عارف الناس دول كلمتهم اوامر. انا زي ما انت شايف مكانتي كبيره، لكن كل كبير فيه اللي اكبر منه. أنا أقدر أقف قصاد الناس دول في سبيل سعادة بنتي، لكن أنا خايف عليك أنت، خصوصا أنت لسه في بداية حياتك. أنت لسه سامع من شوية المكالمة اللي عملتها مع واحد من المسؤولين. مين عارف بقى هيعملوا إيه مع الأستاذ الجامعي ده اللي عايز يتجوز البنت غصب عنها. في الحقيقة هو مش غصب عنها ولا حاجة، هما أهلها اللي مش موافقين عليه. رأيك إيه يا أستاذ عاطف؟ أنا يهمني أوي أسمعه، جايز ألاقي الحل عندك. فندم، أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنا هديك فرصة علشان تفكر كويس، بس يا ريت ما تجيبش سيرة بالكلام دوت لإنجي بنتي، لأحسن بعدين تفهم الموضوع غلط وتعمل لك مشاكل مع الناس دول. لكن إذا كنت مصمم تتجوزها، فانا زي ما قلت لك انا ما عنديش اي مانع، بس انت اللي هتتحمل النتائج. لكن بقى لو لقيت موقف مش في صالحك، فانا عايز منك يعني تخلي الرفض يجي منك قصاد انجي بنتي. اظن كلامي كده ما فيهوش حاجه غلط. لا يا فندم، ما فيهوش غلط، واوعد حضرتك اني هفكر كويس في الموضوع ده. تسمح لي استاذن دلوقتي. أنست وشرفت يا أستاذ عاطف. أنا هعتبر إن المقابلة ديت كانت بداية تعارف، ولا قدر الله، لا قدر الله يعني ما حصلش نصيب، أنا دايما هبقى في خدمتك يا ابني وتحت أمرك. متشكر. متشكر يا فندم. هنسك. مع السلامة يا ابني. Thank you.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنستو شرفتي يا عاطف بيه. ادخل. كل شيء تمام يا فندم. برافو عليك يا فاروق، مكالماتك جت في وقتها بالظبط. المهم نخدم يا فندم. تصور يا فاروق، قال الواد السنكوح ده جاي يطلب مني انا ايد انجي بنتي. الناس اتجننت يا فندم، الناس اتجننت. لا يا ابني، الناس دول احنا مش قدهم، وانا ما اقدرش استغنى عنهم، ده انت حيلتي اللي في الدنيا. يعني ايه يا ماما؟ عايز انا اسيب انجي؟ تسيبها ولا تضيع نفسك؟ انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف. هل من الراجل ابوها ما عندوش مانع؟ ما هو ما يهموش حاجه، الدور والباقي عليك انت. طب وموقفي قدام انجي هتقول عليا ايه؟ تقول اللي تقوله. ازاي بس يا ماما؟ ازاي؟ انا بحبها. كبدي يا ابني، ده انت ما لحقتش تفرح. انا هتجنن، هتجنن، مش عارف اعمل ايه. ما تزعلش نفسك يا ابني، كل واحد بياخد نصيبه، مين عارف، مش يمكن بكره تلاقي اللي تعوضك عنها. تعوضني عنها؟ ازاي؟ يا ماما انا بقولك ما بحبها. ازيك يا علي؟ ها يا بابا، قابلت عاطف؟ استني عليا يا بنتي لما اخد نفسي. ها، خدت نفسك؟ ما تتكلم يا سعيد. مستعجله على ايه؟ ما انا هتكلم طبعا. اتفقتوا؟ هو في الحقيقه ولد ممتاز. ما احنا عارفين ان هو ممتاز، امال هي اختارته ليه؟ احنا عايزين نعرف اتفقت معاه على ايه؟ انجي يا حبيبتي، انا كنت عايز اسالك سؤال. انت فعلا هتقدري تعيشي معاه في نفس المكان ده اللي عايش فيه مع امه؟ وليه لا يا بابا؟ اه، انت عارفه هما ساكنين فين؟ ساكنين فين؟ ساكنين في بركه الفيل في السيده زينب. وماله؟ ده حتى بابا وماما لما بيجوا مصر بيروحوا يزوروها. بابا وماما ايه دلوقتي؟ المهم اتفقتوا على ايه يا بابا؟ انا عن نفسي ما عنديش مانع، هو فعلا شاب كويس، طالما انت عايزاه خلاص. بس يعني يا انجي، انت هتقدري تعيشي معاه على نفس المستوى بتاعه ده؟ ما انت ممكن تعيشي احسن مستوى. هو انت فقير؟ لا يا بابا، انا مش موافقه على راي حضرتك ده. انا وعاطف هنعيش في نفس المستوى اللي هنقدر عليه. شفتي بنتك بتفكر صح ازاي؟ انت حر، هتبقى في وشك. المهم اتفقتوا على ميعاد الخطوبه ولا لا؟ شوفي يا انجي يا حبيبتي، هو طلب مني اديله فرصه علشان يجهز نفسه. على العموم بقى، انت تقدري تكلميه وتعرفي منه كل حاجه. الو، اهلا يا انجي. ايوه يا بنت. لا، ما ينفعش الكلام في الموضوع ده في التليفون. لا بلاش نتقابل النهارده، في ناس قرايبنا جايين ولازم اقابلهم. بكره الصبح؟ اه كويس. الساعه 10 كويس بالنسبه لك؟ اه، في نفس المكان، في نفس المكان. اه حاضر حاضر، مش هتاخر، مش هتاخر انجي. مع السلامه. مالك يا عاطف؟ في حاجه مخبيه عليا؟ اصلك عمال تلف وتدور في الكلام كده ومش عارف تقول حاجه خالص. بابا قال لك حاجه ضايقتك؟ قول لي. لا ابدا، ده والدك كان ذوقه صريح جدا معايا، ده حتى ما عندوش اي مشكله بالنسبه للجواز، وقال لي اني بالنسبه للشبكه والمهر مفيش مشكله. الله، امال في ايه؟ بصراحه يا انجي، انا امبارح قعدت لوحدي لقيت ان جوازنا اشبه بمسرحيات اللا معقول. انت بتقول ايه يا عاطف؟ ارجوك اسمعيني للاخر. هو لسه في اخر؟ انت قلت كل حاجه. بس الدراما محتاجه تبرير عشان تبقى سليمه. وانت بقى ايه تبريراتك؟ انجي، انا لما روحت الشركه عند والدك حسيت بالفرق الكبير اللي بينه وبينك. انا عارف ان والدك غني، لكن السمع حاجه والرؤيه حاجه تانية. ساعتها حسيت بالضآلة،
انجي انا لو اتجوزتك هظلمك معايا. مش ممكن واحده تبقى ساكنه في المهندسين واخليها تقعد في بركه الفيل حتى والدك كانش يسمع عنه. انا سبق وقلت لك ان كل اللي بتقوله ده ملوش اي اعتبار بالنسبه لي. لكن كان له اعتبار كبير بالنسبه لي. بل على راي المثل تروح فين يا صعلوب بين الملوك. انا متهيالي اني قاعده قدام شخص تاني خالص. شخص تاني غير عارف اللي انا عرفته. فين طموحك؟ فين ثقتك بنفسك؟ الوهم غير الواقع. احنا لما حبينا بعض كنا عايشين في الوهم ونسينا الحقيقه. اللي قاعد قدامك دلوقتي ده عاطف الواقعي. واذا كنت انا موافقه ان انا اعيش معاك في الواقع بتاعك؟ صدقيني يا انجي مش هتستحملي. ان استحملتي شهر ولا اتنين بعد سنه مش هتقدري. ساعتها هحس بالندم اني ظلمتك معايا. للاسف انا انخدعت فيك. الظاهر ان الثقه اللي كانت عندك دي ثقه مزيفه. انت خايف ومش قادر تخوض التجربه. انا حبيتك لاني حسيت انك انسان قوي تقدر تواجه. لكن للاسف اللي انا شايفاه دلوقتي ده انسان ضعيف. وانا بكره الانسان الضعيف. ولعلمك بقى في انسان بقاله مده طويله قوي بيحاول يكسب حبي ولسه بيحاول. جاي الظروف واحسن من ظروفي. مالكش دعوه بظروفه. بس الحمد لله انا دلوقتي عرفت الفرق اللي بينك وبيني. عن اذنك. بابا انجي انا موافقه اتجوز شهاب. الف مبروك يا هارون بيه. مبروك عليك انت يا سعيد. المهم شهاب ابني يقدر يشوف بنتك امتى عشان يسمع رايها بنفسه. اتفضل اقعد يا سيدي. في اي وقت تحبوه تشرفونا. قول لي بقى طلباتكوا ايه؟ ده كلام برضه هارون بيه. شهاب ده ابني وانجي بنتك. سعيد بلاش المجاملات اللي زياده قوي دي. صدقني يا هارون بيه انا مش هقول لك لا في اي حاجه تقولها. هو انت تقدر تقول لي لا يا سعيد؟ يا الف نهار ابيض يا الف نهار مبروك. يا سلام انا النهارده فرحتي فرحتين يا حاج. فرحه بجواز شهاب والفرحه الثانيه عشان هيتجوز اللي انا نقيتها له. وهم يعني كانوا استعنوا وكلفوا خاطرهم ودونا خبر؟ ده لولا العمده قال لي ولا كنا درينا. ده اني كنت في نص هدومي لما الراجل حس ان ابني ما بلغنيش بخبر زي ده. وبنته ما طقتش تستنى وقالت لابوها على طول. ما هو ابنك بلجوت القهوه واخد على خاطره منك يا حاج. هو اللي انت عملته فيه ده كان شويه؟ ده انت بعت البيت حتى ما شرتش عليه. انت بتقول ايه يا وحيده؟ اشور عليه؟ اشور عليه بعد ما طلع نجل وخلى الغريب يمد ايده لنا بصدقه؟ يا سلام. وحتى لو كان الحق معاه واحنا الغلط ركبنا من ساسنا لراسنا، قال لي برضه ابوه وانت امه. وما فيش ابن في الدنيا يزعل من ابوه وامه مهما عملوا فيه. ايش حال بقى احنا ما عملناش معاه غير كل خير؟ معلش يا حاج عشان خاطري الهي ربنا ما يرميك في ضيق. ده ابننا الوحيد اللي ملناش غيره. عشان خاطري يعني سامحه يا اخويا. بلاش قلبك يبقى غضبان عليه لاجل ربنا ما يبارك له في ولاده. قلب الاب عمره ما يعرف الكره ناحيه ابنه. لكن غصب عني يا توحيد انا صعبان عليا نفسي. طب ايه رايك بقى؟ شوف انت بتقول ايه وانا بقول ايه. ابنك مش هيعزمنا على فرح ابنه. الجرح مهما داوي انا معنى صوت نواه. والقلب مهما راضي عارف طريقه الجيران. الجرح مهما داوي انا معنى صوت نواه. والقلب مهما راضي عارف طريقه الجيران. مهما ميلت شمعة في اللي
الليل وحيرت دمعي في العين وملت عليا وظلمت يا ما ويا ما ظلمت يا ما ويا ما نور مهما غاب ورا زحمة الضباب فجأة غابك ينور حياتنا فريق بالسحاب فريق بالسحاب.